هنالك تمزق اجتماعي رهيب تعيشه الأمة اليوم فيما يتعلق بقيمها وفيما يتعلق بكثير من الأحكام التي تجعل هذه الأمة أمة إسلامية بما للكلمة من معنى. إعادة بنائها من جديد لن يكون إلا بالقرآن الكريم، لأن به انبنت أول مرة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حينما بعثه الله جل وعلا يبني الأسس الأولى لهذه الأمة، كانت المادة التي يبني بها إنما هي القرآن الكريم. لهذا إذن لا ملجأ لنا ولا منجأ لنا إلا بهذا القرآن وإلا في هذا القرآن العظيم. لكن السؤال الذي يعني كثيرا ما يتردد هو كيف يمكن أن نجعل القرآن لنا مخرجا لأحوالنا الفردية والجماعية؟ يعني أنت في نفسك، في مشاكلك الخاصة، في أحوالك، دواؤك، علاجك، مخرجك من ضيقك وحرجك، كل ذلك موجود في كتاب الله جل وعلا، فيه تجد الدواء الخاص بك ولك. كأنما هذا القرآن إنما نزل لك لا لغيرك، كأنما هذا القرآن إنما نزل لك ليعالج قضاياك وحدك، وكل من نظر فيه يحسب كأنما القرآن نزل له بما كان للقرآن من فعالية وبما كان له من تأثير عجيب غريب على الأنفس الفردية وعلى أيضا النسيج الاجتماعي. الرسول عليه الصلاة والسلام أول عمل بدأ به إنما هو كان الاجتماع على كتاب الله، إنما كان الاجتماع على كتاب الله جل وعلا تدارسا، تلاوة وتدارسا. بهذا اشتغل النبي عليه الصلاة والسلام فربى نفسه وربى أصحابه الذين كانوا معه. الاجتماع في حد ذاته على قصد التعبد شيء عظيم في الإسلام، يعني أنك تجتمع مع أخوك المؤمن بنية عبادة الله شيء عظيم. فرق كبير بين يعني الانفراد بالخير والاجتماع على الخير، لأن للاجتماع قوة ليست للانفراد في أحوال الاجتماع البشري العمران الإنساني، في أحوال الطبيعة مع مر الجوج ما كيكونوا بحال الواحد أو الواحد يكون بحال الجوج والثلاثة أحسن من الجوج وهكذا وهكذا وهكذا. فمنطق المهم عندها هنا هو الاجتماع على الخير، إنما يجتمع الناس على القرآن الكريم هذا من باب أولى وأحرى. إنما الذكر الذي كان يجتمع عليه في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما هو القرآن الكريم، لأنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ابن أمة من الصفر، أخرجها من الجاهلية العمياء اخترع في ظرف 23 سنة بالقرآن الكريم. جمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، التلاوة كأنها طرق الباب، طرق باب الرحمة ليفتح، فلا ينبغي أن يستهان بها، راهي مقدمة أساسية لما يستثمر بعد ذلك من تدارس القرآن الكريم، من جعل التلاوة سابقة عن التدارس. يتلون كتاب الله، والتلاوة التي تفتح القلب على القرآن، تفتح القلب على القرآن الكريم وتفتح أبواب القرآن على القلوب، إنما هي التلاوة المبنية على قصد الافتقار، بمعنى أنه كطرق باب الله سبحانه وتعالى وأنت تشعر بالفقر إليه، بالحاجة إليه سبحانه تماما، كما يشعر المريض بالحاجة إلى الدواء حينما يسعى إلى الطبيب أو يطرق باب الصيدلي، يعني عنده حاجة تدفعه، عنده شوق، عنده توق لأن يجد شيئا عند هذا الطبيب أو عند هذا الصيدلي. ولله المثل الأعلى، ولا مشاحة في المثال، اللي ما عندوش حاجة ما يوصلش. فأنا وأنت كلانا ينبغي أن نجد حاجتنا، أي أن نشعر من الوجد، لابد أننا نتذوق أننا فعلا فقراء إلى الله جل وعلا، وأنه لا ملجأ لنا منه إلا إليه، ولا منجأ لنا منه إلا به، وأن فرجنا وأن مخرجنا من أزمتنا إنما هو في هذا الكتاب. فنتلو هذا القرآن خاشعين متذللين، يعني نحاول أن نجد مسلكاً
يسلك بنا إلى النور الذي جعله الله جل وعلا شفاء ورحمة للمؤمنين، وهو هذا القرآن الكريم نفسه، وتعتقده وتشتغل به وأنت تتلو كتاب الله جل وعلا. ولو كنت تتعتع فيه وخرك تقرأ وانت محن كي تخلط لك الخامعة الحاء وتخلط لك الرمع الزاي وتعود صحح، يعني تتعب جدا في تهجي أحرف القرآن، فلك الأجر بإذن الله مرتين: أجر ديال الشدة والتعب، أجر ديال التعتعة، وأجر ديال تلاوة القرآن الذي للآخرين بما أنت تتلو كتاب الله. ولأن القارئ للقرآن وإن لقارئ القرآن بكل حرف حسنة، والحسنة بعشرين أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عندك الأجر ديال الأحرف، كل حرف عندك فيه عشرات الحسنات، وعندك أجر زائد بما أنك تجد مشقة في تلاوة القرآن الكريم. الإنسان حس بأنه هو محتاج لهذا القرآن، أنا في حاجة إليه، أبحث عن دوائي بين آياته، أبحث عن مخرجي بين صوره، أبحث عن شفائي بين كلماته. فبإذن الله جل وعلا تصل، لأن الله قد علم نيتك قطعا، وهو العليم الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى، سبحانه وتعالى عليم. فإذن بما علم قصدك سبحانه يفتح لك كنوز الرحمة. وبعد ذلك، بعد هذه التلاوة، كتكون الأحوال تغيرت، تكون القلوب صارت في مستوى تدارس القرآن الكريم والتلاوة المشروطة بشروطها التي ذكرت، شروط الافتقار والتعبد. هذه التلاوة كفيلة بإذن الله لترقية العبد إلى مستوى التدارس. لما تقرأ القرآن راك تكون القلوب طلعت تعلات، واحد مستوى إيماني عالي، والله جل وعلا يكشف الغشاوة ويكسر الأقفال التي على القلوب، كما قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فذلك الكبر، تلك الخطايا التي تكون قد لزقت ولصقت بالقلب من قبل، كما في حديث: تعرض الخطايا على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. يحصل تطهر بالتلاوة المتعبدة الخاشعة، تطهر وجداني، فيصفو القلب وتتضح الصورة في المرآة. وآنئذ العبد ينظر إلى القرآن بعين أخرى، ماشي هذيك العين اللي كانت عنده قبل قليل، لا، هذه عين أخرى، عين البصيرة. ربي كيف تحلو البصيرة دياله؟ من عنده سبحانه وتعالى. فإذا بك ترى في القرآن ما لم تكن ترى من قبل، وترى ما لا يرى فيه كثير من الناس، ترى فيه الأنوار التي تداويك، وتجد فيه البركات التي تعالج اللطائف الروحانية التي في وجدانك وفي قلبك، فتتغذى، كتشوف فين كاين يعني الغذاء الروحي ديالك. تجد العيون، يعني تشوفها عيون الخير، عيون النور، عيون الكوثر، متدفقة من الآيات والصور، فترتع، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم بحياض الجنة فارتعوا. تولي انت ايضا ترتع من هذا الخير ومن هذا النور الذي يفيض به القرآن الكريم. تدارس، وفقط نعرف الاتجاه ديال الآية، لانه المشكل هو ان تكون الآية في اتجاه ونحن نفهم المعنى في اتجاه معاكس او مخالف، هذا خطر. ولكن لما تقبط اتجاه الآية في المعنى يكفيك، حتى ولو غابت عنك معاني بعض المفردات الجزئية، غير تقبط الاتجاه العام ديال الآية، فأنت على سكة الخير إذن والتدبر. وهذا أمر إذن بهذا الشكل ليس صعبا، يعني الناس الحمد لله يعني قراب جدا من حقائق القرآن الكريم، لأنه إحنا مسلمين، ماشي ناس عادي تخرجوا من الجاهلية، الآن الناس مسلمون والثقافة الإسلامية تملأ ولا دماغها. ولذلك كثير من الحقائق حينما تقرأها في القرآن تفهم معناها قبل أن تستفصل وأن تستفسر عن جزئياتها. علاش؟ لأن عندك بعد معطيات ثقافية من البيئة اللي راك كبر فيها، راك كبر في البيئة المسلمين، ويعني عارف باللهجة العامية والثقافة العامية التي تلقيناها عن أبائنا وأجدادنا، عارفين أركان الإسلام وعارفين الكبائر، شي معروف. يعني المؤمن يعني الإنسان كاين شي طفل أمي كاع واخا عمره ما يقرأ،
يعرف بأن الخمر حرام والزنا حرام، ويعرف بأن الصلاة واجبة وأن الزكاة واجبة وأن الحج واجب. يعني أركان الإسلام الخمسة هذه من البديهيات، مما يسمى من المعلوم من الدين بالضرورة. وكذلك الكبائر من الذنوب والموبقات صارت أيضا هي وعبر التاريخ ديالنا صارت من المعلوم من الدين بالضرورة. فإذا الحقائق الكبرى أمهات الفضائل كما يعبر عنها العلماء، أمهات الفضائل وأمهات الرذائل، هذه أمور معروفة لدى أغلب الناس من المسلمين، وهي الحقائق الكبرى في كتاب الله جل وعلا. فإذا حينما تدخلوا إلى باب القرآن راه ما كاينش واحد المشكل كبير في التفسير، ما مطلوبش مننا أننا يعني نعقدوا الأمور وأن يعني نصل إلى جزئيات دقيقة جدا. ذلك من اختصاص طلاب علوم الشريعة، هذاك عندهم مالي وأمور الإفتاء والفتوى، فذلك خاص بقوم معينين هم العلماء. لكن الذكر بالقرآن والتذكر هو عام في كل الناس، عالمهم وجاهلهم. والله جل وعلا يقول في الكتاب: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني اللي بغى القرآن من أجل التذكرة فهو ميسر لهذه الغاية، لكن على الاختصاص العلمي لا، اختصاص العلمي عند أمه، وإنما نحن كلامنا في هذا الجانب، في جانب التربية والتزكية والتذكر. ولذلك قلت هذا أمر ميسر لكل الأمة. أما العلم، أما الاستنباط، أما الفتوى، فإنما أهلها نفر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فإذن هذه أمور ديال التفقه في الدين متعلقة بالإفتاء وإرشاد الناس وتعليمهم حقائق الإسلام، يعني في النوازل والأشياء التي لا قبل لهم بها، هذه صناعة خاصة بأهل العلم. أما الذي نتحدث عنه اليوم وهو مجالس القرآن التي تجتمع على تزكية الأنفس فلا خصوص فيها، بل طابعها العموم، هي ديال الناس كاملين، اللي قاري واللي ما قاريش، وجميع الاختصاصات وجميع المراتب وجميع الثقافات، ما دام أن الناس مسلمين وجالسين يقرأوا القرآن الكريم. فقداش من مصفى القلب ديالك أنوار القرآن تفتح عليك، وقد تفوق بهذا من هو أعلم منك إذا لم يكن في مستواك أو في مستوى القرآن من ناحية الإيمانية. ولذلك قلت يعني القاعدة الحاكمة على هذا المعنى هي قول الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذن التدارس باش ما مشيوش بعيد، لأن شي واحد بزاف الناس كيسمعوا التدارس ويعني يحسوا بهذا اللفظ هذا من الدراسة والمدارسة ويبدأ يتصور بأنه كاين شي أمور اللي هي دقيقة وعميقة، لا أبدا. الله تعالى يقول: ولكن كونوا ربانيين. صفة الربانية التي تجعل العبد يعني قد حصل على نوعين من التزكية: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وبالأول غير تعرف اتجاه ديال الآية، كما تقول مثلا في قول الله جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. يعني فقط تعرف اتجاه الصورة أو الآيات، أن الله واحد، أن الله صمد، والصمد هو الذي يلتجأ إليه. هناك تحتاج كلمة تفسر. ولذلك أقترح فعلا كما سأذكره تفسير بسيط سهل وما يكونش طويل، يستعان به على مجالس التدارس لفكي بعض الرموز وبعض العبارات التي لم تعد متداولة بين الناس في عاميتهم اليوم ولا في الثقافة العامة العربية المعاصرة. بعض الكلمات يعني صارت يعني غريبة في القرآن الكريم، فهذه تفك. فإذا قلنا يعني كلمة الصمد أو لفظ الصمد أو اسم، هو من اسم اسماء الله الحسنى ووصف له سبحانه وتعالى، يعني الذي يصمد إليه، الذي يعتمد عليه سبحانه وتعالى عند المهمات والمدلهمات والمصائب والنوائب، يفزع إليه جل وعلا. أن العرب كيسميه الصمد، يعني ديك الكدية العالية، حجرة صخرة مستقلة قوية تكون على رأس الجبل، حينما يهاجم الإنسان في الصحراء أو في غير ذلك من طرف وحش أو يعني أو فيضان في مكان ما لا قدر الله، يعني الناس يهربوا للروس ديال الجبال، هذيك كيقولوا يصمدون إلى الصمد، وذلك كنسميو الإنسان اللي ثابت صامد. فالله جل وعلا الصمد أي يصمد إليه، لما بنادم يعني كيفزع كيمشي عند الصمد، يصمد إليه أي يعتمد عليه وكيشد فيه سبحانه وتعالى. واللي يشد في الصمد فهو آمن. قل هو الله أحد،
الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. والكفؤ هو الشبيه أو يعني الموازي أو الذي يعني يكون يستعان به إلى غير ذلك من المعاني. سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى وزير ولا شبيه له ولا كفء له، سبحانه سبحانه، بل هو فرد أحد صمد. يعني تفسير الأول بارك علينا، لا نريد أن نصل إلى يعني أعماق أعماق اللغة والسياقات، وقيل وقيل وقال فلان وعلان في الآية، هذا يضلل التدارس ويضيع التدبر. وإنما خليك مع المعنى البسيط الأولي، ثم افتح الباب لقلبك ليتدبر، لأن القلب هو آلة التدبر الأولى. وفقط لما تشعر بأنك على اتجاه ديال الصورة غادي مع الخط ديال الآية، ما راكش غلط في المعنى العام، يكفي، فتدخل أنئذ في عملية وجدانية ذوقية إزاء القرآن. قلت القلب هو آلة التدبر الأولى بنص القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا فتح القلب، وقد انفتح بإذن الله بما سبق من اجتماع على الخير بنية خالصة صادقة وتلاوة عابدة خاشعة ثم تدارس، وصل إلى الحقائق العامة للآية. يشرع القلب في التعامل مع هذه المنازل الإيمانية التي يصفها الله جل وعلا في كتابه المحكم. والتدبر هو واحد النوع ديال المساءلة للقلب، محاكمة للنفس، محاسبة للذات، هذا التدبر في نهاية المطاف. فإذا أنت تنظر إلى المآلات، النتائج القريبة والبعيدة، وتما سبحان الله العظيم في هذه اللحظة تظهر لك الثغرات التي عندك في نفسك، وتبدو لك الجروح التي تعاني منها، لأن أخطر مراحل الطبيب تشخيص الداء، وهذا كيوقع لنا على المستوى النفسي والاجتماعي تقريبا يوميا، كتلقى راسك ضايخ وما عارف مالك. المشكلة إذن أنك جاهل من نفسك، لما تكون يعني في حالة اضطراب وفي حالة فوضى نفسية ولا تدري ما بك، أنت تعاني من مشكلة الجهل بنفسك، فتحتاج إلى أن تعرف نفسك ما بك. المرآة التي تكشف لك نفسك على التفصيل، بحال السكانير الذي يريك حقائق نفسك الداخلية، هو هذا القرآن الكريم، حينما يعكس لك ذاتك من خلال هذه المراحل التي ذكرت، تلاوة وتدارسا وتدبرا، ثم تبدأ لك الأمور وتظهر لك المشاكل التي تعانيها، تقول والله فعلا هذه النقطة هي سببي، وما كانتش طايحة لك على البال، لأن القلب كان مغمض، لأن القلب كان مطبوعا، كان مختوما لا يبصر. الآن البصيرة متفتحة وترى الجرح واضحا غائرا ينزف، فتبادر إلى مداواته وعلاجه، ليس بأمر بعيد، لا، لهذا القرآن نفسه، نيت هو هذا القرآن. ما أنت فيه من آيات، كون في الفاتحة أو في البقرة أو آل عمران أو الإخلاص قل هو الله أحد أو المعوذتين، حيثما كنت أنت في صيدلية الرحمن، كل القرآن دواء وشفاء، كل القرآن. وسبحان الله العظيم، كاين اللي يتعالج بسورة الأنبياء، كاين اللي يتعالج بسورة الفرقان، كاين على حساب ما يسر الله لك من الانفتاح لبصيرتك ولأبواب القرآن عليك. وليس بالضرورة أن تكون سورة معينة أو آية معينة، ليس بالضرورة، بل كل القرآن شفاء، لأن الله عز وجل يجلي لك حقائقك النفسية وحقائق الإيمان القرآنية على قدر حاجتك وعلى قدر رغبتك وصدقك وإقبالك على الله جل وعلا، وتلقى الدواء ديالك. كيمكن تلقاه في آية تتحدث عن الاقتصاد، لا علاقة لها بالنفس الإنسانية، فإذا بها تتجلى لك كأنما تحدثك في نفسك، وهي آية تتحدث عن الأموال أو عن الطلاق أو شيء من هذا القبيل، لا تدري أين يكون دواؤك وأين يكون علاجك وأين يكون رقيك. طلعك مراتب وترقيك منازل في طريق الإيمان، وترشدك إلى منهج التعامل مع نفسك،
إلى منهج التعامل مع زوجك، إلى منهج التعامل مع أبنائك وأسرتك، وإلى منهج التعامل مع الناس في العبادات وفي العادات من التجارات والمهن والحرف جميعا، لأن القرآن أنزل لهذه الأغراض جميعا، كي يبني النسيج الاجتماعي. من الفرد؟ الأسرة، المجتمع، كل شيء يبنيه القرآن. ما فرطنا في الكتاب من شيء على الإطلاق. هذا الخير هذا بهذا المعنى، حينما تعيه الأمة وينتشر فيها بصورة تلقائية وطبيعية ويصير من ثقافة المجتمع، يولي واحد ظاهرة طبيعية في كل المدن، في كل البوادي، لدى كل الناس بكل شرائحهم وانتماءاتهم. أبشر إذن أن باب الفتح قد آذن أو أذن له بالانفتاح بإذن الله جل وعلا، لأنه هكذا بدأ الدين أول ما بدأ في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام. البدايات الأولى للإسلام على زمان سيدنا محمد إنما كان مجالس في القرآن الكريم، بدأ بشعاب مكة وانتقل إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم، ثم بعد الهجرة انتقل إلى مسجد المدينة، ثم إلى مساجد الجزيرة العربية، فمساجد العالم، وبذلك كان الإسلام في كل العالم. لما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيعه المدينة قبل ما يهاجر، هو صفت لهم جوج الناس يعلمهم القرآن الكريم، مصعب بن عمير، كان كيتسمى مصعب الخير، سفير الإسلام الأول رضي الله عنه وأرضاه، ومعه ابن أم مكتوم. ورد في الحديث كان يقرئان الناس يعني في المدينة القرآن. كيفاش كانوا؟ يجلسون في البساتين والحيطان والمنازل التي يمكن أن يجلسوا فيها، يجتمعون على القرآن الكريم، لا شيء غير القرآن الكريم، يتلون ويتدارسون ويتدبرون. وبذلك كان يسلم كثير من الناس ممن لم يسلم بعد من أهل الأوس والخزرج. وفي هذا وردت قصة إسلام أسيد بن حضير رضي الله عنه، وصاحب له من سادات الأنصار من الأوس والخزرج. شاف أسيد بن حضير رضي الله عنه جماعة ديال الناس جالسين في 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 بستان من البساتين، يعني ملتفين حول مصعب بن عمير، يتلو عليهم القرآن الكريم ويدارسهم ويتدارسون الآيات. فيعني وقف عليهم، كان هو وصاحبه ابن أم مكتوم، قال لهم إن كانت لكما بأنفسكما حاجة فأخرجا أو قوما من هنا، بلا بقي عندك الغرض بروحك تقعد مننا، أخرج مننا، يعني كيهددوا بالقتل. أجابه مصعب، قال له يعني لو جلست واستمعت إلى ما نقول فإن أعجبك فيعني بها ونعمت فخير، وإن لم يعجبك كفنا عنك ما تكره، إن لم يعجبك الشيء إحنا غنسكتوا ونقطعوا هذا الكلام. يعني يقول راوي الحديث، فلما جلس الرجل يعني أسيد بن حضير وجعل مصعب بن عمير يتلو الآيات وبدأ يتدارس ذلك مع أصحابه، قال فوالله لقد علمنا أو رأينا الإسلام في وجهه، أي في الوجه ديال أسيد بن حضير بن حضير قبل أن ينطق به، شافوا في الوجه ديال الإسلام قبل ما يقولها، قال من تطلقه وتبسمه، بدأ يبتسم وبدأ يعني يتطلق ويرتاح، وجد يعني في وجهه ظهرت علامة البشر وعلامة الراحة والطمأنينة والسكينة، لأن القرآن تسرب نوره إلى قلبه ووجدانه. يعني هذا المنهج اللي يمكن احنا نحقروه كما نقولوا بالعامية ديالنا، يعني نستهشوه، قولوا يعني والناس جالسين كيقراوا القرآن وشنو فيه، يعني كيفاش غيأثر؟ لا، هذا راه خطر في الاعتقاد. يعني خصنا نعتقدوا بأن القرآن يؤثر على الإنسان، بل يؤثر على المادة والحيوان والحجر والشجر. والله جل وعلا قال بصريح العبارة لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. المشكلة في من يتلو القرآن بصدق حق تلاوته، أولئك يؤمنون به، هذا اللي مازال نادر في هذا الزمان. فحيث يكون التالون للقرآن حق تلاوته أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته كما في الحديث الصحيح، فاعلم بأن الله يفتح بهم القلوب جل وعلا، يفتح بهم القلوب سبحانه وتعالى. ولذلك فعلا هذا المنهج البسيط قلت
هو اللي فيه السر، كل السر في إصلاح الأنفس وفي إصلاح المجتمعات. أقول القرآن إذا تدبرنا حقائقه فهو الحارس، استعمل هذا الاصطلاح وهذه العبارة، الحارس لعقيدة الأمة، والحارس الأقوى الذي يعني لا يدانيه شيء. لو أن الناس فعلا اشتغلوا بالقرآن جميع أيام السنة بهذا المنهج البسيط لن يخافوا أبدا لا على أخلاقهم وقيمهم وأحكام كتاب ربهم وسنة رسولهم عليه الصلاة والسلام، وما في حاجة لا الجمعية ولا الحزب ولا نقابة دفع لهم عن الإسلام. علاش؟ لأن القرآن يوثق مفاهيم الإسلام وأحكامه. وكان الناس يتلون القرآن مجرد تلاوة ويتدارسونه ببساطة، لأن القرآن وثق هذه الأشياء. والشيء العظيم في ذلك أن الناس يعبدون الله بهذه الأحكام. فرق كبير بين أحكام القرآن وبين ما دون القرآن من الأحكام الأخرى التي ينتجها البشر، لأن الناس لا يشعرون بأنهم يعبدون الله بهذه الأحكام ولذلك يتحايلون عليها. أما أحكام الله فإن الإنسان المؤمن لا يتحايل عليها، كما لا نتحايل على الصيام في رمضان. شكون اللي زيرك باش تصوم؟ يمكن لك تفطر، سد على دار على على راسك باب الدار وافطر الا بغيت تفطر، شكون شافك؟ ولكن لا تستطيع، لان القلب ديالك مسكون بحب الله وبعباده الله. ولذلك الناس ولو كانوا فساقا، اقول وخا يكونوا فساق سبحان الله العظيم، احكام الله عز وجل يحترمونها. كتلقى الانسان يتعاطى الزنا ويتعاطى الخمر، المصايب كلها فيه، ملي كيبغي يتزوج كيقول لك لا سيدي انا خصني نتزوج على سنه الله ورسوله. مالو جاي الدين هنا؟ لأن تلك أحكام القرآن الكريم، أحكام الله القطعية الصريحة. هذا نعطيته مثال، وإلا فكل شيء من الخير هنالك. قضية الربا، قضية الزنا، كل الأشياء التي يعني الثقافة العالمية لأن هذه الذي يسمى بالعولمة تريد أن تغير هذه الأشياء وتقلب هذه الحقائق، لن تفلح إذا كان القرآن يتلى ويتدارس بصورة طبيعية تلقائية بلا أبعاد سياسية، بل بطريقة تعبدية بسيطة. القرآن هو حارس الأمة وحارس عقيدة الأمة وحارس أحكام الإسلام في الأمة. لو أن الناس يقبلون عليه بصدق، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وصف ذلك في أحاديث كثيرة عجيبة صحيحة، من بينها حديث الحبل أو السبب، أنا نسمي حديث الحبل. سيدنا محمد قال عليه الصلاة والسلام: كتاب الله حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. خرج الإمام الطبري رحمه الله في التفسير وصححه أهل علم الحديث. كتاب الله حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، طرفه الأعلى بيد الله وطرفه الأدنى بيد من أمسك به. إلا شديت في القرآن راك شديت بالحبل، شد فيه الله تعالى من الفوق سبحانه وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، شيء عظيم جدا. انت اذا راك شد في الله والله تعالى راه شد فيك، ما عمرك ما تضيع، عمرك ما تضل. وفسر هذا في حديث اخر رواه غير الامام الطبري بسند صحيح ايضا وهو مخرج في بعض كتب الصحاح، يقول في سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام حينما خرج على بعض اصحابه وهم يتدارسون القران في المسجد قال لهم: ابشروا ابشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أبشروا أبشروا. فوصف لهم الكتاب أي القرآن الكريم، قال: فإن هذا القرآن سبب، السبب في العربية والحبل كما في الحديث الآخر، فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا ما تمسكتم به أبدا. وضمن لنا سيدنا محمد بعد الحديث أمرين، قال: فإنكم لن تضلوا، ما عمركم ما تتلفوا وعمركم ما تضيعوا على الدين ديالكم، فإنكم لن تضلوا. وقال أيضا: ولن تهلكوا، ما تغلبوش، ما تجيش المصائب وتنزل عليكم، يعني الهلكة، ولن تهلكوا ولكن شرط ما تمسكتم به أبدا. التمسك بالقرآن الكريم إنما هو هذا الذي كان عليه رسول الله وأصحابه عليه الصلاة والسلام. ما غاديش أنت تختار شي طريقة غريبة للتمسك بالقرآن الكريم، لا كاين، وهو هذا المنهج البسيط، المنهج كما يسميه بعضهم المنهج الأرقامي،
يعني جلسة القرآن في دار الأرقم بلا الأرقم، وهي الآن مساجد المسلمين، يجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. كيما كان الإنسان يجتمع في الصالون ديالو ديال الدار ديالو، كيما تجلس في العشيات مبردين مع أصحابك شاربين أتاي، وربما تكلموا في الناس، ربما تفرقوا اللغة، ربما تجمع السيئات أكثر مما تجمع من الحسنات، تجلس مجلسا تشرفه الملائكة، كونوا معك الملائكة جالسين، شيء عظيم جدا، فتخرج منه بزاد من العلم وزاد من الإيمان، بواحد التزكية ربانية. ربي تعالى من فوق سبع سماوات يذكرك في الملك الأعلى، يذكرك في الملأ الأعلى، لأنك تذكره في الأرض فهو جل وعلا يذكرك في السماء ويشهد ملائكته، يقول اشهدوا يا ملائكتي بأني قد غفرت لهم، يشهد ملائكته بأنه قد غفر لك يا أخي الكريم. يعني هذه الأمة من اللي تكون مرضية عن الله والله أحوالها كلها تستقيم. فاللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن التالين للقرآن، العابدين بالقرآن، الذاكرين بالقرآن. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي العدنان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على